خويا حنا نخدمو جانعيه وياك ونوقفونا بحالنا بحال هاد الناس الكبار اللي واقفين هنا. نكونوا حنا كقدماء المحاربين دافعنا على الوطن ديالنا وبالاخلاص وضربناها من طنطان الى القرقارات. السنطه فيها 2660 كيلومتر. البلاد بغينا نديرو هادشي اللي كاين. قريتي خديتي الديبلوم؟ قرينا خدينا الدبلومات خدينا كلشي. حنا بغينا غير العيش الكريم فقط وتناديو اللي كدفع. دارو انت باش يقول لك سير تنعيطو عليك. عنده فلوس تنعيطو عليك. غايجي واحد عنده فلوس غايدخل بلاصتك. كنا دائما حوزة الوطن تندافعوا على الوطن ديالنا والوطن ديالنا اليوم ها هو كي يقول بانما هاد الناس هادو لا معاشة لهم. قلنا الحدود اخي الله ما يقعد شي واحد هنايا بالله كلشي خلينا خصنا نخدم والله لا لا انت الراجل غيجي غيديك الدار غيصرف عليك انا مولاي انا السلام عليكم. السلام الشباب كنشوفكم هازين لي ديبلوم ووقفتوا عليا وكتشكيو مالكم خويا حنا نخدموا جانعيه وياك ونوقفونا بحالنا بحال هاد الناس الكبار اللي واقفين هنا. اليوم جينا نطالبوا بالحقوق ديالنا وبالحقوق جميع المتقاعدين اللي هما التقاعد الهزيل اللي تنتلقاو ليه من الدوله ديالنا اللي هي التشريع البرلماني. احنا بغينا نحيدوا داك التصفيه ديال الحسابات اللي هما ما بين الناس الكبار ومن الناس الصغار. احنا اليوم تنطالبوا بالحقوق ديالنا امام البرلمان وامام الحكومه بالتعويض ديالنا وبالمعاش العسكري والمدني. ديبلومي اللي خدينا هذا وعندي جوج ديبلومات. هادشي هو يهضر وندوز لك صافي هادشي اللي كاين اخويا خلي عطيه الكلمه. بلاتي شنو طالب انت شنو الطالب ديالك؟ الطالب ديالنا بغينا نخدمه بغينا نخدمه هادشي اللي بغينا في البلاد. العمالة في البلاد بغينا هادشي اللي كاين. قريتي خديتي الديبلوم؟ قرينا خدينا الدبلومات خدينا كلشي كلشي ومني كتدفع. هو الراجل الكبير شي هو راه معانا. لا يعقل نكونوا حنا كقدماء المحاربين دافعنا على الوطن ديالنا وبالاخلاص وضربناها من طنطان الى القرقارات. السنطه فيها 2660 كيلومتر اللي هي كنا دائما حوزة الوطن تندافعوا على الوطن ديالنا والوطن ديالنا اليوم ها هو كي يقول بانما هاد الناس هادو لا معاشة لهم. حنا بغينا غير العيش الكريم فقط. اللي كدفع دارو انت باش يقول لك سير تنعيطو عليك. عنده فلوس سير تنعيطو عليك. غايجي واحد عنده فلوس غايدخل بلاصتك. انت عندك ديبلوم. حنا اخي بغينا اخي حل واحد تقلنا الحدود اخي الله ما يقعدش شي واحد هنايا بالله كلشي الشعب كامل باغي امنيه وحده تقلنا الحدود مشي بحالنا حتى واحد ما يبقى ما كلشي تشارك. وين اخويا مشاو يتلقوا لنا الحدود اخي حياتي ولد الحي ولد السلام. علاش ما تخدمش داخل البلاد؟ ما كاينش فين هي الخدمه؟ فين هي الخدمه هذه؟ شحال تخدمها انت مثلا؟ احنا خدمنا شحال يعطيونا الصالير؟ هي ما لقيناهاش حتى 40000 ما لقيناهاش. اجي عندي تخلص على والدي. اجي 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 بحال اجي زيد طيب معنا شويه ونطالب بالحقوق ديالنا. حقوقي حقوقي في دمي وعروقي والشعار دائما الحق المطلبي هو العيش الكريم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.